النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نصارت معكم الآن آخر تحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض آخر ملخصات حالة الطقس خلال هذه الفترة. توقعات باستمرار الرياح الشرقية يوم غد الخميس، بل وسيطر عليها نشاط إضافي في هذه الرياح بحيث تكون نشطة السرعة على فترات متقاربة فوق المرتفعات الجبلية في عموم غرب المملكة بما في ذلك المدن الأردنية الرئيسية. توقعات بأن تبدأ المملكة منذ ساعات عصر غد يوم الخميس بالتأثر بأحوال جوية غير مستقرة نتيجة امتداد منخفض البحر الأحمر من الجنوب بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة ورطبة إلى الشمال من السواحل المصرية. هذا التلاقي سيؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة على المملكة يومي الخميس والجمعة، لكنها إجمالا ما بين ضعيفة إلى متوسطة الشدة. اعتبارا من يوم السبت والأحد توقع تتأثر المملكة بتيارات هوائية غربية رطبة تابعة لهذه المنظومة الجوية، من شأنها تعمل على انخفاض على درجات حارة في عموم المناطق الشمالية والوسطى، أيضا المنطقة الجنوبية، كذلك الحال سقوط زخات من الأمطار على فترات في هذه المناطق بحيث تتحول الأجواء من جديد إلى باردة وغائمة جزئيا وماطرة على فترات في عموم هذه المناطق. أيضا توقعات تشكل الضباب الكثيف فوق المرتفعات الجبلية العالية في عموم هذه الحالة ما بين السبت والأحد. نستعرض معكم الآن صور الأقمار الصناعية الواردة لدينا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم كميات كبيرة من السحب عالية الارتفاع من النوع غير الممطر حاليا فوق سماء المملكة إضافة إلى دول المنطقة. نتوقع خلال 24 ساعة قادمة تكاثر بعض السحب الركامية في مناطق متفرقة من المملكة، متوقع أن ينشأ عنها هطول لزخات متفرقة من الأمطار اعتبارا من ساعات بعد الظهر يوم غد الخميس كنتيجة تأثر المملكة بهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي بمشيئة الله. نعود معكم الآن الأجواء المتوقعة هي القادمة في العاصمة عمان. 6 درجات مئوية هي الدرجة الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان، أجواء مستقرة لكن تظهر هذه السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة من النوع غير الممطر خلال ساعات الليلة القادمة. التوقعات الخاصة بالأيام الثلاثة القادمة نستعرضها معكم الآن. نلاحظ معكم أن الحارة في طريقها إلى الانخفاض كما هو مبين لتقل عن معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، وذلك يوم السبت وحتى الجمعة. أجواء غائمة جزئيا معظم الأوقات، توقعات بهطول زخات أمطار متفرقة اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر وعصر غدا الخميس بمشيئة الله في مناطق متفرقة وعشوائية في المملكة كطبيعة هذه الأحوال الجوية غير مستقرة. تدريجيا يوم الجمعة أيضا هذه الفرصة مستمرة في مناطق متفرقة من المملكة، في حين تدخل المملكة يومي السبت والأحد تحت تأثير تيارات غربية رطبة تعمل على هطول الأمطار على شكل زخات أيضا في عموم شمال ووسط المملكة، أيضا فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية بالتزامن مع انخفاض إضافي في الحارة وتشكل للضباب فوق الجبال بمشيئة الله. الآن نختتم معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لحالة الطقس حول العالم. نلاحظ معكم تساقط الثلوج فوق مرتفعات جبل جيس في دولة الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع يزيد عن 1600 متر نتيجة تأثر تلك المناطق بحالة بكتلة هوائية باردة جدا في طبقات الجو العالية والمتوسطة أدت لتساقط الثلوج في جبل جيس في الإمارات. أيضا نلاحظ معكم زوبعة مائية في سواحل منطقة مسندم في سلطنة عمان حيث تأثرت هذه المناطق أيضا بهذه الأحوال الجوية. كذلك الحال نلاحظ معكم نفوق كميات كبيرة من النحل من حشرات النحل بفعل درجة الحارة المتدنية بشكل كبير في مرتفعات الطائف إلى الغرب من السعودية حيث انخفضت الحارة إلى ما دون الصفر المئوي بقليل أدى ذلك إلى موت هذه الحشرات. نختتم معكم من الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المشاهد من ولايتي تكساس وميشيغان حيث تعرضت لزوابع وتورنيدوز قوية في تلك المناطق أدت إلى وفاة 10 أشخاص في تلك المناطق بفعل هذه الظروف الجوية القاسية في ولايتي تكساس وميشيغان الأمريكيتين. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.